الخطورة وغيبوبة تامة، تم نقل السيدتين نعيمة ورشيدة إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء بعدما خضعتا إلى عملية ولادة قيصرية بمصحة خاصة بمدينة ستات. بقيت فاش دقات لي البرا كنقول لهم راه الحريق في رجليا، هما طبيعي ما غاديش يديوها فيا ديك الساعة، يلاه ما عرفوش بينا، راه نقول لهم راه الحريق في رجلي. صافي من بعد رجلي مني جمدات مرة واحدة. رشيدة النويني تفاجأنا أنها وقعت في شلل كلي مصحوب أعراض جانبية خطيرة ودخلت في غيبوبة، وكان قبل منها حالة أخرى ديال السيدة نعيمة رياض، مما يحيلنا إلى الشكوك أنه كاين مشكل ديال برودوي أو شي حاجة أخرى. فرضية خطأ طبي ناجم أساسا عن المادة المخدرة التي حقنت بها الضحيتان أثناء العملية تبقى واردة. C'est une inflammation ديال لا مواه ليبينيير، ما عرفناش بالضبط لا كوز ديالها شنو، ولكن على حساب داكشي اللي الدوسي ميديكال اللي جانا من بعد عمليه قيصريه، المريضه كانت دارت لها واحد البنج، واحد الانستيزي لوكو ريجيونال سكون ابل اون غاش انستيزي، يعني كنديروا واحد لو برودوي في لا مواه ليبينيير، في الغالب غادي يكون هو هذا السبب ديال هاد الحاله ديالها. يمكن يكون البنج فاسد، ولكن حنا ما عندناش نهائيا هذا، لان مده الصلاحيه ديالو كاينه عاديه نورمال، وعندنا حتى 2015 وحنا 2013، وهذه الاولى. ثانيا هاد ليلو نفس ليلو اللي واجبني اللابوراتوار الاول الثاني اللي خدامي انا بهم، هما اللي خدامين في المغرب كاملين. ولرفع اللبس عن هذه القضية اتصلنا بوزارة الصحة التي أفادت أنها فتحت تحقيقا في الملف ما زال مستمرا، بناء على نتائجه ستتضح الصورة وتتحدد معها مسؤوليات من يستهترون بصحة المواطن.